باستمرارية هذه التغطية لمواكبة هذا الحدث العالمي الذي لاقى الاهتمام الإعلامي السياسي والشعبي على مستوى واسع. حتى الآن ليس هنالك من معطيات دقيقة حول مصير هذه المروحية ومصير من كان على متن هذه المروحية. اسمحوا لنا أن أبرز أبرز العواجل التي مرت في الساعة الماضية، أبرز المعطيات والتطورات، ولكن قبل ذلك أرحب بالدكتور محسن صالح رئيس الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين. أهلا بك دكتور محسن على أن ينضم إلينا تباعا عدد من الضيوف في هذه الساعة. اللواء أبو أحمد فؤاد سوف يكون معنا، الدكتور أحمد أو حسن أحمديان سوف يكون معنا من العاصمة الإيرانية طهران، ودائما بمواكبة آخر التطورات والمعلومات مع الزملاء في مكتب طهران، تحديدا الزميل مالك عبده مراسل ميادين سوف يكون معنا، وكذلك نحن نرصد المواقف الدولية تباعا التي تواكب هذا الحادث، ما صدر من الخارجية الأمريكية تحديدا سيوافينا به الزميل منذر سليمان مدير مكتبنا في واشنطن. بالساعة الماضية كانت بداية هذه الساعة بخبر نقلته وكالة رويترز عن التلفزيون الرسمي بأن فرق الإنقاذ عثرت على الحطام. مباشرة أتى النفي من قبل وكالة مهر وقالت أنه الوصول إلى دائرة فقط نصفها أو نصف القطر كيلومتران من موقع الحادث وصلت إلى هذه المساحة بتحديد ذلك. والهلال الأحمر الإيراني نفى ما تم تداوله بشأن العثور على المروحية التي تقل الرئيس الإيراني ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وعدد من القيادات في إيران. أيضا الهلال الأحمر الإيراني قال 5 من فرقنا تكاد تقترب من إحداثيات مروحيات الرئيس إبراهيم رئيسي. بمواكبة ذلك لهذه الجهود الحثيثة لفرق الإنقاذ، نحن نتحدث عن مساعي دولية انضمت إليها تركيا بشكل خاص. مراسل ميادين قبل قليل قال أن تركيا تستجيب لطلب إيراني بتوفير مسيرات تتمتع بخصوصية الرؤية الليلية بجهود البحث عن مروحية الرئيس الإيراني. نعود ونكرر بأن هذه المسيرات في الساعات الماضية فشلت بالوصول إلى هذا الموقع أو لم تتوفق يمكن القول بالوصول إلى هذا الموقع نتيجة الظروف المناخية الصعبة، الوعورة، التضاريس الجغرافية لهذه الغابة التي نتحدث عنها التي سقطت فيها المروحية. إضافة إلى ذلك كان هنالك قوات راجلة الآن بأكثر من 46 فريق إنقاذي يتوجه أو ما يقارب 50 فريق إلى هذه المنطقة. هيئة الطوارئ تحدثت بتركيا بأنها أرسلت لإيران طاقما مكونا من 6 مركبات و32 خبيرا في البحث والإنقاذ بالمناطق الجبلية. وقالت هذه الهيئة بأن الطاقم تحرك من منطقة فان الحدودية مع إيران. بمواقف أيضا مهمة لوزير الداخلية أحمد وحيدي لوكالة تسنيم قال التضاريس الجغرافية في المنطقة كما ذكرنا هي صعبة جدا، الأحوال الجوية سيئة، نحن نتحدث عن هطول للأمطار في هذه الساعات بهذه المنطقة، الرطوبة العالية واستمرارية هطول الأمطار حتى يوم الغد وفق الأحوال المناخية، الرؤية محدودة جدا بسبب الضباب مما يصعب عملية البحث. أيضا مراسل التلفزيون الرسمي الإيراني يقول فرق الإنقاذ وصلت كما ذكرنا إلى شعاع كيلومترين من منطقة حادثة المروحية. أما بأبرز المواقف الدولية المتابعة لهذه الحادثة، وزارة الخارجية الأردنية قالت المملكة مستعدة لتقديم كل أشكال الدعم والإسناد اللازم وتعارب عن تعاطفها مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وأيضا تتابع ببالغ القلق هذه الأنباء المتعلقة بالحادثة التي تعرضت لها الطائرة التي كانت تقل الرئيس الإيراني. بمواقف لفصائل المقاومة الفلسطينية ونحن نتحدث عن تماس مباشر برؤية واضحة للجمهورية الإسلامية الإيرانية ولا سيما بمن كان يدير المسار الدبلوماسي وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان بتواصل طيلة الثمانية أشهر الماضية على اطلاع حثيث ودعم لفصائل المقاومة الفلسطينية بالأيام الماضية لمواكبة هذه الحرب ودعم المقاومة الفلسطينية تحديدا الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قبل قليل أصدرت البيان وقالت خالص التضامن وقلوبنا مع سماحة السيد علي خامنئي والجمهورية الإسلامية والشعب الإيراني. وكان هنالك تطمينات من مرشد الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد علي خامنئي بعدم القلق لدى الشعب الإيراني لدى المواطن الإيراني مما سيجري بنتائج أمور هذه الحادثة. وهنا نتحدث ونعود ونشير إلى طبيعة الممارسة العمل
العمل السياسي وعمل مؤسسات الدولة داخل الجمهورية الإسلامية الإيرانية بحرص كبير، برغم أهمية وبصمات كبيرة لهذه الشخصيات كالرئيس إبراهيم رئيسي بالمناصب التي تقلدها بالصيت الذي ذاع بمحاربته للفساد، بنمو اقتصاده، بالعلاقات الدولية التي متنها، وكذلك الوزير كذلك حسين أمير عبد اللهيان. وزارة الخارجية السورية قالت نتابع باهتمام وقلق بالغين حادثة الهبوط الاضطرارية لطائرة الرئيس الإيراني، وقالت نؤكد ثقتنا بقدرة وحكمة إيران دولة وقيادة وشعبا على تجاوز هذا الظرف الصعب، واستعدادنا لتقديم أي مساعدة ممكنة. وكذلك وزارة الخارجية بصنعاء قالت تقف الجمهورية اليمنية قيادة وشعبا إلى جانب إيران الشقيقة بهذا الظرف العصيب. سوف نواكب ونتابع هذه المواقف بطبيعة الحال بهذه الساعة، ولكن أبدأ معك دكتور محسن صالح، كيف تتابع كل ما يجري وماذا تقرأ يعني بداية من هذه الحادثة؟ حتى الآن لم يحدد مصير المروحية ومن كان على متنها. يعني بقلق، ربما الجميع بقلق يراقب طبعا اللي هو حريص على هذه الشخصية الهامة في هذا المكان الهام، في هذا الموقع الهام، في أيضا ما أبرزه من قدرات وطاقات على حماية قيم الثورة واستقرار الدولة والانسجام مع تطلعات الثورة الإسلامية بقيادة المرشد. هو كان شخصية مميزة لناحية أمرين أساسيين: الحفاظ على استقلال الشعوب في المنطقة واستقرار سياساتها، والتعلق، خلينا نقول التعلق، بقيم الثورة لناحية القضية الفلسطينية كقضية عادلة وقضية إنسانية وقضية إسلامية وقضية الأحرار في كل أنحاء العالم. هذه العلاقات التي امتدت إلى فنزويلا، إذا امتدت إلى أمريكا اللاتينية، امتدت إلى المنطقة حتى، يعني شخصية الرئيس رئيسي وشخصية الوزير عبد اللهيان كانت طاغية. دولة مثل إيران، دولة عظمى، استطاعت أن تسيل سياساتها وأن تقدم كل ما أمكنها من أجل الحفاظ أولا على الدولة وعلى قيم الثورة وعلى العلاقة مع الشعوب بشكل جيد، وبالتالي الوصول إلى القضايا العادلة، إن كان القضية العراقية، السورية، طبعا الفلسطينية على رأس أولوياتها واهتماماتها. لذلك الاهتمام في هذا الموضوع، ونسأل الله تعالى أن يعيده بخير وأن يعثر على كل الشباب. قبل قليل الهلال الأحمر الإيراني يقول تحديد الموقع المحتمل لمروحية الرئيس، يعني كأنه بتنا يمكن بس ساعات، يعني عاجلا أو آجلا سيتم اكتشاف المروحية، وإن شاء الله نسأل الله تعالى أنه تكون، يعني الهبوط الاضطراري لم يؤدي إلى تفكك أو إلى ضرب الطائرة ليؤثر على أجسام المسؤولين الكبار الذين فعليا تنقصهم الساحة، رغم أنه يعني سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي طمأن الشعب الإيراني إلى أنه مهما حصل هناك استقرار ويجب أن يطمئنوا، وطبعا سمى الفريق بالخدومين. تخيلي أنه قديش هو الشعب الإيراني تواق إلى أن تكون يعني الجمهورية في خدمة هذا الشعب. وفعلا حصل أن يعني كان السيد القائد شاكرا ومعينا بكل التوجهات لهذه القيادة، الرئاسة أقصد، وكل السلطة التنفيذية لكي تقوم بمهامها على صعيدين: الصعيد المحلي لراحة الشعب الإيراني، والصعيد المنطقة أن تقدم كل ما أمكنها لقوى محور المقاومة من اليمن إلى فلسطين إلى لبنان. وهذا ما كان يزعج كل السياسات الأمريكية والغربية في المنطقة. نتذكر كلنا جميعا أنه عملية الوعد الصادق قامت بها إيران الرابع عشر من نيسان الماضي، نعم، وبالتالي يعني قامت بعمل غير مسبوق، 300 طائرة وصاروخ يعني زلزلوا هذا الكيان، وأتى كل يعني منظمة، يعني هذا منظومة هذه الأمريكية، وأيضا طبعا الغرب كله بكل قواه العسكرية بحرا وجوا وإلى آخره ليتصدوا. لذلك كانت إيران تمثل هذه الدولة العظمى التي يعني تتصدى لكل المحاولات الأمريكية لجعل المنطقة فوضى، حالة فوضى تستقر فيها الولايات المتحدة الأمريكية مع عملائها تحديدا وقواعدهم وبالتالي قواتهم.
طبعا العدو الصهيوني أولا، وبالتالي هذا الأمر يعني ربما يفرح البعض، ولكن يجب أن يطمئنوا أن هذه الجمهورية ستبقى الثورة، ستبقى الثورة في هذه المنطقة. وهنا أشارت وفي كل العالم إلى حيثية هذه الشخصيات، هذه الرموز بداخل إيران التي حافظت على هذه القيم عبر هذه العقود الأربعة التي مضت. دكتور محسن، وبشكل يفتخر به يعني. صحيح، وبنسج علاقات حتى مختلفة مع وصول هذه الحكومة والرئيس إبراهيم رئيسي عام 2021، خلق نوع من الاستقرار بالعلاقات. يعني قبل قليل نحن فقط للتذكير في مواقف كذلك من وزارة الخارجية الإماراتية التي تقول نقف إلى جانب إيران مستعدون لتوفير الدعم بجهود البحث عن طائرة الرئيس الرئيسي. قبلها كان في أيضا بيان لوزارة الخارجية السعودية الرياض التي تتابع وقدمت كذلك كل الدعم للجمهورية الإسلامية الإيرانية. نسج العلاقات مع حلفاء واجهوا الولايات المتحدة الأمريكية بسياساتها وصولا إلى أمريكا اللاتينية كالرئيس مادورو الذي يقول بأنه يتابع الرئيس نيكولاس مادورو، هذا ما نقله وزير الخارجية الفنزويلي عن كثب هذه الأحداث المتعلقة بتحطيم أو بتحطم مروحية رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وفق المعلومات الرسمية الصادرة من هذا البلد الشقيق الذي تم وصفه بالشقيق. دكتور طبعا محسن، يعني دائما ومصر أيضا لابد من الإشارة، مصر كذلك كان لديها قالت نتابع بقلق بالغ. هناك دول تحفظ لروحية العلاقات الإيرانية مع هذه الدول. يعني كانت دائما إيران يا أخي تعوا نتفق على قضايا العدالة الموجودة في المنطقة وخاصة القضية الفلسطينية. نحن مش محتاجين حدا، الجمهورية الإسلامية مش محتاجة حدا من الناحية، ورغم كل العقوبات ورغم كل هذا الأمر طورت العلاقات مع الصين وصارت علاقات استراتيجية، طورت العلاقات مع روسيا وأيضا صارت علاقات استراتيجية. هناك حالة عالمية أوجدتها هذه الرئاسة وهذه الدولة، وطبعا بفضل هذا التعاون، خلينا نقول التعاون المذهل ما بين الرئاسة والقيادة، وبالتالي السياسات سارت ما بين هذين العقلين في خدمة قضايا العدالة في المنطقة وفي خدمة إيران. تحولت إيران من دولة يعني عادية، دولة خلينا نقول أنه يعني غير مؤثرة في السابق ربما، مع أنها كانت دائما مؤثرة منذ قيام الثورة، ولكن خلال مرحلة هذه الرئاسة مع تعاونها مع القيادة باعتقادي القضية الفلسطينية انتقلت إلى مرحلة جديدة، محور المقاومة انتقل إلى مرحلة جديدة، اليمن أيضا انتقل إلى مرحلة جديدة. هنا نتحدث عن محور فاعل عالميا بفضل هذا التعاون ما بين الرئاسة وزارة الخارجية. وهنا اسمح لي أن أواكب مع الزميل منذر سليمان. دكتور منذر، مدير مكتبنا في واشنطن، كيفية رصد ومتابعة هذا الحادث في داخل إيران من قبل البيت الأبيض والمسؤولين الأمريكيين؟ منذر تفضل. يعني منذ قليل صدر بيان عن الخارجية ردا على سؤال من الميادين، يقول ناطق رسمي نتابع عن كثب التقارير التي تتحدث عن احتمال هبوط اضطراري للمروحية التي تقول الرئيس الإيراني ووزير الخارجية، ليس لدينا أي تعليق آخر في الوقت الراهن. كان الرئيس بايدن في جولة لإلقاء خطاب في حفل تخرج في جامعة تخرج منها مارتن لوثر كينغ الشهير زعيم الحقوق المدنية للأمريكيين من أصل إفريقي، وعندما غادر أتلانتا باتجاه لاستكمال جولته الانتخابية في ديترويت تم سؤاله حول ما جرى في موضوع المروحية ولكنه لم يجب على ذلك. يمكن الإشارة إلى أنه طبعا مساعديه نقلوا له ما جرى وهو على اطلاع ومتابعة عندما كان في أتلانتا قبل أن وخلال إلقاء يعني خطابه. يبدو طبعا من المفيد ذكر أنه بايدن في هذا الخطاب كان هناك انتظار له ماذا سيكون ردة فعل الطلبة المحتجين، وكان هناك العديد منهم الذين أداروا ظهرهم له، رفعوا العلم الفلسطيني، ولكنهم قرروا ألا يعني يحدثوا مقاطعة لخطابه بناء على تفاهم مع إدارة الجامعة التي طلبت منهم وتمنت أن يكون اعتصامهم أو احتجاجهم صامتا وسلميا، وبالفعل أقدموا على ذلك. واضطر أيضا بايدن إلى أن يسيرهم عندما ذكر بأنه هو يدعم
التظاهرات السلمية للطلبة، وطبعا هذا مخالف لما جرى فعليا بأنه تم قمع هذه التظاهرات وأحيانا بوحشية. والأمر الآخر أظهر تعاطفا أيضا مع الوضع في غزة، وضع الشعب الفلسطيني، وتحدث بلهجة يعني إنسانية أكثر، ورغم أنه طبعا هذا لا يعني أنه تغير في الموقف الأمريكي، ودعا إلى وقف فوري لإطلاق النار أيضا في خطابه. بالمجمل يمكن القول أنه ما تسرب أنه تتابع الإدارة الأمريكية ما يجري، وبالتأكيد هي مهتمة، وسبق أنه ورد خلال الأيام الماضية تسريب بأن الولايات المتحدة حاولت التواصل بشكل غير مباشر مع إيران عبر المسؤول الأساسي لمندوب الرئيس فيما يتعلق ممثله فيما يتعلق في ملف الشرق الأوسط في مجلس الأمن ماكجوريك، بالإضافة إلى الممثل الخاص لإيران، بأنهم تواصلوا مع المسؤولين العمانيين لإبلاغ رسائل لإيران بأن الولايات المتحدة لا ترغب في توسيع الحرب، وأنه يجب أن يكون هناك عدم تصعيد في المنطقة. بشكل عام بالتأكيد الولايات المتحدة مهتمة بما يجري لمحورية إيران، كما تفضل الأستاذ محسن، في محورية إيران الآن فيما يجري. هي دولة إقليمية بارزة وهامة وأساسية، وهي السند الأساسي الآن لكل محور المقاومة، عدا عن انخراطها المباشر في الرد على الاعتداءات الإسرائيلية كما جرى، مما يعني أن الولايات المتحدة بالتأكيد ستراقب ما يجري وتراقب أي تغيرات أو أي أحداث يمكن أن تنجم عن ما يجري في إيران حاليا. يبدو هنالك العديد من المعطيات وتضارب يعني حتى هذه اللحظة، لأن الهلال الأحمر الإيراني قبل قليل يقول في زيادة لفرق البحث إلى 65 فريقا، ولكن المهم تسنيم تنقل عن وزير الداخلية الإيراني يقول فرق الإنقاذ للأسف لم تصل حتى هذه اللحظة إلى مكان المروحية. وهنا نتحدث يعني عن ساعات ليست بقليلة منذ هبوط هذه الطائرة وانقطاع الاتصال بها عند الساعة 1:30 ظهرا بتوقيت العاصمة الإيرانية طهران، بهذه المنطقة الوعرة بالظروف المناخية القاسية والتضاريس الجغرافية الصعبة. أنتقل إلى ضيفنا سيادة اللواء أبو أحمد فؤاد، مسؤول العلاقات العربية والقومية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، معنا مباشرة من دمشق. سيادة اللواء مساء الخير، بموقف لكم تعربون عن خالص التضامن مع سماحة المرشد السيد علي خامنئي ومع الشعب الإيراني، كيف يوم تتابعون هذا الحدث بداية، وما هو تقييم الموقف لديكم؟ ونحن نتحدث عن الجمهورية الإسلامية الإيرانية بشخص الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وأنتم على تماس مباشر لدعم أهلنا في غزة ودعم المقاومة الفلسطينية بكافة فصائلها. شكرا لكم. حقيقة الأمر أن الأخبار مقلقة، ونتمنى السلامة وألف سلامة للسيد الرئيس ولوزير الخارجية ومرافقيهم. نحن في الجبهة الشعبية كان لنا شرف اللقاء مع السيد الرئيس، وكان لنا شرف أكثر من 10 لقاءات مع وزير الخارجية قبل أن يكون وزير خارجية وبعد أن أصبح وزير خارجية، والعلاقات بيننا أخوية وودية. لكن نستطيع أن نقول بوضوح أن عوامل الطبيعة والجغرافيا والآخري تحدث الحقيقة هنا وهناك ولدى دول عديدة وشخصيات مهمة في العالم. لكن ما نتمناه أن تمر هذه الأزمة بسلام، وأن نجد هؤلاء الإخوة بيننا، لأنهم فعلا يعني أنه نقل نوعية لدعم الشعب الفلسطيني سياسيا واقتصاديا، ودعم المقاومة ومحور المقاومة بشكل واضح لا لبس فيه. وكنا فعلا يعني نأمل ونتمنى أن يكونوا بألف خير، لأنهم مثلوا حالة نوعية في الدعم بقيادة المرشد الإمام خامنئي. وفعلا نحن في الجبهة الشعبية نكمل الاحترام والتقدير، سواء كان ذلك للإمام
أو للرئيس أو لوزير الخارجية الذي نعرفه عن قرب وجيدا، ونعمل الحقيقة التي لهم بيننا. في كل الأحوال أقول الحقيقة أن إيران شعبا وقيادة هم بالقلب بالنسبة للشعب الفلسطيني وبالنسبة لمحور المقاومة. وفعلا هذه الأزمة التي يعني نشاهدها الآن ونتابعها من خلال خطتكم بشكل واضح، نأمل الحقيقة أن نكون أمام نتائج قريبة بسلامة هؤلاء القياديين، لأنهم سلامتهم هي دعما لنا وإسنادا لنا، سواء كذلك كجبهة شعبية أو كل محور المقاومة أو كل الشعب الفلسطيني. ولكن الجمهورية الإسلامية هي الجمهورية الإسلامية، وقيادة الجمهورية الإسلامية هي الداعمة والمؤيدة والمساندة للشعب الفلسطيني. والشعب الإيراني في القلب بالنسبة لنا جميعا، ونعمل ألا يصاب بأي ضرر وألا يصاب بأي أزمات، ونعمل الحقيقة أن يتخطى هذه الأزمة بأقرب وقت ممكن، وسنكون دائما 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 مع وإلى جانب الشعب الإيراني والقيادة الإيرانية. ولكن أمنياتنا في هذه اللحظة أن يمر الأمر بسلام وأن نجدهم بيننا إن شاء الله. سيادة اللواء، يعني بانخراط تحديدا في قيادة محور المقاومة للجمهورية الإسلامية الإيرانية وأولوية وثبات القضية الفلسطينية لا يعني من قبلها منذ عام 79 منذ انتصار الثورة في إيران، ولكن أنا أود منك لأنه بعلاقات شخصية نسجتموها بلقاءات عديدة مع إن كان الرئيس إبراهيم رئيسي أو مع وزير الخارجية الذي تولى مناصب عدة الوزير حسين أمير عبد اللهيان، وعلى أمل أن يكونوا بكل سلامة يا رب بعد كل هذه الساعات من فقدان الاتصال بهذه المروحية التي سقطت في هذه المنطقة. ما الذي يمكن أن تخبرنا عنه بشيء مميز بهذه اللقاءات مع شخصية الوزير حسين أمير عبد اللهيان أو الرئيس إبراهيم رئيسي يعني المسار الذي نسجه منذ عام 2021 ونحن نتحدث عن سيف القدس، وبثبات بما حققته إيران وحتى بغياب الشهيد قاسم سليماني يعني عطاءاته التي وبصمته التي لا تزال مستمرة حتى أيامنا هذه بهذه الحرب وهذا العدوان على غزة. يعني بصراحة السيد الرئيس عندما التقيناه وجدناه مستوعب جيدا لأوضاع الشعب الفلسطيني ولأوضاع المقاومة الفلسطينية، وتعهد معنا بشكل واضح وصريح أنه لن يقصر في يوم من الأيام بدعم الشعب الفلسطيني على مختلف الصعب، سياسيا اقتصاديا إلى آخره، وركز على أن محور المقاومة هو محور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والجمهورية الإسلامية وهو شخصيا سيضع كل جهدهم وإمكاناتهم إلى جانب محور المقاومة وإلى جانب الشعب الفلسطيني. ولا أريد الحقيقة أن أضيف الكثير، لأن ما يجري الحقيقة في غزة وفي الضفة هذا لهذا الرئيس ولهذه الجمهورية دورا أساسيا وفاعلا وهاما فيما وصلت إليه الأمور، وعبر عنها بإطلاق 300 صاروخ ومسيرة من إيران مباشرة، وأبدت إيران الاستعداد أنها ستكون دائما ودائما على هدة الاستعداد لجعل هذا العدو يدفع ثمن جرائمه، وأيضا لجعل هذا العدو يعني خاضعا لإرادة المقاومة وما تريد المقاومة، وليس بما كان يقوم به سابقا بدون أي رادع. أما بالنسبة لوزير الخارجية فهو قريب جدا لمفاهيمنا كلنا، ولا أدعي لمفاهيم الجبهة الشعبية ووجود، وأيضا لديه أجوبة صريحة وواضحة. وفي اللقاءات الثنائية التي كانت تتم بيننا وبينه
كان يتحدث لنا عن مجريات أمور لا أستطيع أن أتحدث فيها على يعني هذه محطتكم المحترمة، لأنه كان يحكي عن لقاءاته مع دول خليجية ومع دول في العالم وإلى آخره، وكيف كان يناقشهم فيما يتعلق بحقوق الشعب الفلسطيني بوجهة نظر الشعب الفلسطيني. ومن هنا أقول أنه إن شاء الله تمر الأمور بسلامة، وهذا الحقيقة وجودهم على رأس هذه المؤسسات مكسب كبير لنا، ونحن نعرف أنه بالآخر هناك مرجعية هي الإمام خامنئي وقبله الإمام الخميني، الذين اعتبروا أن هذا الكيان هو كيان مصطنع، وهذا الكيان كيان يجب أن يزول، وهذا الكيان يجب الحقيقة أن يضع له حد، ليس فقط الشعب الفلسطيني بل كل الأمة الإسلامية بكاملها. نحن الحقيقة نأمل ونتمنى أن تستمر الأخبار بأن هناك فعلا سلامة لهؤلاء القادة، فهي سلامة لنا وهي مكسب لنا، وهنا نقف إلى جانب الشعب الإيراني وإلى جانب القيادة الإيرانية. ومرة أخرى أأمل وأتمنى وباسم الشعب الفلسطيني كله والمقاومة كلها أن يكون هؤلاء الإخوة بألف الخير. ونضم صوتنا إلى صوتك بالتأكيد سيادة اللواء أبو أحمد فؤاد، مسؤول العلاقات العربية والقومية في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، كنت معنا عبر الهاتف من دمشق، شكرا جزيلا لك. بآخر المعطيات التي ترد الآن تحديدا، وكالة تسنيم عن قائد حرس الثورة في محافظة أذربيجان الشرقية العميد أصغر عباس قليزادة يقول تم تلقي منذ دقائق إشارات من مروحية الرئيس وأحد الهواتف النقالة لأحد عناصر طاقم المروحية. إذا تلقينا إشارة من مروحية الرئيس وهاتف أحد مرافقيه، وكل القوى توجهت إلى المنطقة المحددة ونأمل الحصول على أخبار إيجابية. إذا هذه بآخر التطورات، هذه آخر المعطيات. نحن نتحدث عن تصريح نقلته وكالة التسنيم الإيرانية عن قائد حرس الثورة التي شاركت بشكل أساسي اليوم بجهود البحث والإنقاذ لمعرفة مصير هذه الطائرة المروحية ومصير من كان على متنها بشخص الرئيس إبراهيم رئيسي، وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، وأيضا نحن نتحدث عن إمام تبريز ومالك رحمة حاكم أذربيجان الشرقية، الطيار مساعد الطيار وضابط أمن وأحد حتى حراس الشخصيات. يقول أنه تم تلقي منذ دقائق إشارات من مروحية الرئيس وأحد الهواتف النقالة لأحد عناصر طاقم المروحية. بعد تلقي هذه الإشارة كل الطواقم تحركت وتوجهت إلى المنطقة المحددة، ونأمل الحصول على أخبار إيجابية. أيضا بتوارد للمواقف المستمرة لعدد من الدول في المنطقة وحتى عالميا وإقليميا، الخارجية اللبنانية بعجل على شاشة الميادين تقول نؤكد على تعاطفنا مع حكومة وشعب إيران في هذه المحنة ونتمنى السلامة للرئيس الإيراني ومرافقه. إذن بهذه بآخر المعطيات، وكأنه يمكن في أمل الآن بهذه الدقائق دكتور محسن للوصول ومعرفة إن شاء الله هو الواحد مصير هذه الطائرة. نعم الأمر، لأنه واقعا يعني أنا عرفت أنه الوضع يعني الطبيعة هونيك فعلا صعبة فعلا، وبالتالي الوصول إلى المكان ليس بهذه السهولة، يعني في شتاء، في انحدارات، في علو عالي جدا، في نهر تحت، في ضباب لا تستطيع الوصول له بسهولة، الإشارات يمكن أن لا تعطى أيضا بسهولة، وكل هذه الأمور من الصعوبات باعتقادي أخذت هذا الوقت، ربما يصل قريبا إلى المكان. نعم وإن شاء الله وإن شاء الله بالسلامة. بس يعني أنا فقط بدي أضيف للواء أبو أحمد فؤاد، يعني في شيء كان عم يحصل خلال هاي 8 أشهر خاصة طوفان الأقصى، أن الجمهورية الإسلامية شكلت دفعا ليس كلاميا، شكلت قوة محفزة لأن يشعر هذا الكيان الغاصب يعني الكيان الصهيوني على الرغم من كل الدعم الأمريكي والغربي إلا أنه يشعر أنه تعب مفكك
اجتماعيا واقتصاديا وكل ما يمكن أن يؤدي إلى زوال هذا الكيان. يعني خلينا نحكي بكل وضوح أنه لو لم تكن الجمهورية الإسلامية بهذه الشخصيات، خليني أقول حاطين القضية الفلسطينية أولوية، مش أنه يعني كلام أنه بنعطي كلام وخلاص، لا، في السياسة، في الإعلام، في الميدان، في كل ما يمكن أن يقدم لفلسطين من أجل أن تكون أولوية. هلا طبعا يعني خلينا نقول انه هن يعني عملوا فلسطينيين اصحاب القضيه، هن دفعوا بهذه القضيه لكي تكون الاولى في العالم منذ بدايه. لذلك كان الحكي يعني اغراءات لايران او لحزب الله او لسوريا او للعراق او لليمن، انه يا اخي شو بدكم نعطيكم لحتى ينسوا القضيه الفلسطينيه. وكان الرد فعل عكسي بانخراط كبير لهذا المحور بالضبط. وكان الظهير الداعم للمقاومه، الظهير الداعم، وبالتالي عدم التخلي للحظه عن ان فلسطين مش انه السلطه فلسطينيه. هون يعني الواحد بده يفرق انه بين مساله مطالبه بدوله، وانا اذكر مره السفير هاني الحسن كان اول سفير لفلسطين في ايران. نعم. ذهب الى الامام الخميني وقال له، بعثه ياسر عرفات وقال له انه بدك تساعدنا نقيم دوله فلسطينيه على الضفه والقطاع، قال له هاي من دول ثانيه بتحصلوها، نحن بدنا فلسطين، نحن نسعى إلى تحرير فلسطين من النهر إلى البحر. وهذا الالتزام استمر حتى هذا اليوم. هذا اليوم اسمح لنا فقط بمتابعة هذه التطورات. الزميل مالك عابدة مراسل الميادين معنا، هل من جديد مراسل الميادين؟ مالك لو سمحت بآخر المعطيات، ما هي؟ كما تشاهدون في الصورة، تجمع هؤلاء الناس، تجمع هؤلاء المواطنون في هذه الساحة منذ نحو ساعة ونصف، التعبير عن دعائهم وأملهم بعودة الرئيس وعثور طاقم الإنقاذ على هذه الطائرة المفقودة، طائرة الرئيس الإيراني والوفد المرافق لهم. أيضا في هذا التجمع ليس الوحيد في العاصمة الإيرانية طهران، هناك العديد من التجمعات المشابهة لهذه في المساجد، في الحسينيات، في الأماكن الدينية، في المزارات، وفي أيضا الأضرحة المقدسة هنا في العاصمة الإيرانية طهران. أيضا في العديد من المدن والمحافظات تقام حلقات الذكر وحلقات الدعاء من أجل سلامة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له. في ضريح أو في مزار الحاج قاسم سليماني قبل قليل كنا نشاهد أن كيف أن الآلاف من الناس تجمعوا في ذلك المكان من أجل الدعاء لسلامة الرئيس الإيراني. أيضا في مقام الإمام الرضا في مدينة مشهد، كيف تحول ذكرى أو تحولت ذكرى ميلاد الإمام الرضا إلى حلقات ذكر من أجل الدعاء للرئيس الإيراني وسلامته وعودته بخير وسلامة إلى الشعب الإيراني. هذا من جهة شعبيا. هذه هي الصورة كما تشاهدون، المئات بل الآلاف من الناس هنا في طهران وفي غيرها من المدن والمحافظات الإيرانية أتت إلى الشوارع، افترشت الطرقات بالدعاء، أيضا بالتكبير، ومن أجل عودة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي وخروجه بخير وسلامة من هذا الحادث الذي تعرضت له الطائرة التي كانت تقله من على الحدود الأذربيجانية الإيرانية. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا، مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، الهاشتاج الأول فيها هو كلمة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الأخبار المتعلقة بسلامة الرئيس إبراهيم رئيسي، كل ما يتعلق حول هذا الحادث تتصدر العناوين وتتصدر الهاشتاجات على مواقع التواصل الاجتماعي، لا سيما في تويتر وفيسبوك. أيضا صور الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي تتصدر الصفحات الرئيسية في المواقع وفي الصحف وفي أيضا المواقع ووسائل الإعلام المحلية الإيرانية منذ ساعات وحتى هذه اللحظة، بانتظار الأخبار الرسمية من التلفاز الإيراني، من الإذاعة والتلفزيون
التلفزيون الإيرانية والوكالات الرسمية المعنية بنقل الأخبار الرسمية من قبل الجهات الحكومية وأيضا من قبل الجهات الرسمية المشرفة على عمليات الإنقاذ والبحث في محافظة أذربيجان الشرقية. أيضا لابد من الإشارة إلى أن معظم المسؤولين الإيرانيين هنا في إيران أعربوا عن أملهم وأعربوا وطلبوا من الناس أن يقوموا بالدعاء وبالتوسل إلى الله عز وجل من أجل عودة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. هنا نحن لا نتحدث عن مسؤولين من طرف معين، من جهة معينة، من حزب معين، نحن نتحدث الآن عن جميع الأحزاب، عن جميع التيارات، عن جميع المشارب الإيرانية هنا في إيران تتمنى أن يعود الرئيس الإيراني بخير وسلامة وأن تمر هذه الأزمة بكل سلامة. إذن هذا هو المشهد باختصار هنا لدي في طهران، كما نلاحظ كما نشاهد أمامنا في الشاشة الناس من الشباب من السيدات من أيضا الشيوخ افترشوا الطرقات هنا، وأيضا كنا نلاحظ في مسير قدومنا إلى هذا المكان أيضا كيف الناس في الحدائق كيف كانت تقرأ دعاء التوسل، هذا الدعاء الذي المعروف هنا الذي يقرأ عند المحن ويقرأ عند الشدائد هنا في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كانوا يقرؤونه في الحدائق وفي المتنزهات. هذا اليوم إذن هو يوم ذكرى، هو يوم ديني بامتياز بالنسبة للإيرانيين، بالنسبة للمسلمين في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الذي يصادف ذكرى ميلاد الإمام الرضا. تحولت هذه الذكرى إلى حلقات وإلى مناسبة من أجل الدعاء بالخير والسلامة من أجل عودة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. هذا المشهد، هذا الالتحام الشعبي الكبير باحتضان قياديه لديه دلالات كبيرة كما أشرت، من كافة الأطياف، من كافة الأحزاب، إيران اليوم والشعب الإيراني يتلو هذه الصلوات وهذا الدعاء في هذا اليوم الذي لديه يعني رمزية كبيرة بالنسبة للشعب الإيراني بميلاد إمام الرضا لطلب السلامة للقيادات، وهذا أيضا له دلالة ورسائل كبيرة حينما نتابع بأنه هذا الشعب ولدت هذه القيادات من أحضضان هذا الشعب لهذه القيادة، هي تعبر عن طموحاته، وهذا أكبر دليل على هذا التلاحم بين القيادة والشعب الإيراني. وهنا اسمح لي مالك أن أنقل هذه المشهدية التي نتابعها الآن إلى ضيفنا الدكتور حسن أحمديان أستاذ دراسات الشرق الأوسط بجامعة طهران. مساء الخير دكتور حسن، ما الذي يمكن أن يقال عن هذه المشهدية الشعبية الكبيرة التي يعني نتابعها، هذه الصلوات من داخل المساجد، من داخل الساحات، من داخل الحدائق، الأضرحة المقدسة التي تتلو هذه الصلوات وتأمل السلامة للرئيس الإيراني ومن كان معه على متن الطائرة؟ مساء الخير. طبعا هي صدمة لم يعتدها الشعب الإيراني على هذا الحجم. في بداية الثورة اغتيلت الحكومة الإيرانية آنذاك، وهذه آخر خبرة للإيرانيين بفقد رئيس للجمهورية. الحدث حدث كبير، والواقع يشير إلى أن الناس في صدمة، يعني الذين خرجوا إلى الحدائق والأماكن التي صورتموها ونشاهدها على الشاشة هو تعبير عن هذه الصدمة. كلما يمر الوقت من المؤسف أن الأعمال تتضاءل في نجاة المفقودين، لذلك الصدمة تكبر، يعني الناس في انتظار ما الذي ستؤول إليه هذا الخبر الذي تلقوه اليوم بصورة يعني لم يعتادوها وغير موجودة في العقود الماضية. صحيح. بالتالي يعني الصدمة كبيرة لدى الشعب، ولذلك تشاهدون الجموع خارجة إلى الشوارع لتعبر عن هذه الصدمة ولتطلب يعني الدعاء وغير ذلك، عودة الرئيس ومرافقيه من وزير الخارجية بسلام إلى طهران. دكتور حسن، يعني واضح حتى تأثرك شخصيا، وهذا
أمر طبيعي ونحن نتحدث عن شخصيات مهمة رمزية لها وقعها عند الشعب الإيراني، وعن حادثة أيضا نأمل أن تكون خواتيمها سعيدة وليست مفجعة، نأمل ذلك، ولا سيما بآخر التطورات. أود فقط أن ألفت الانتباه أن معاون وزير الخارجية مهدي صفري يقول تم التواصل مرتين مع إمام جمعة تبريز وأخبرنا بأن وضعه سيء ولكنه يسمع سيارات الإسعاف، وأيضا حدث تغير مناخي مفاجئ هو الذي سبب سقوط الطائرة المروحية خلال تحليق هذه المجموعة. نحن نتحدث عن موكب لثلاث طائرات مروحيات، وصلت اثنتين بسلامة، تقول عدد من الوزراء المصاحبين يعني أو الموجودين مع هذا الفريق ومع الرئيس الإيراني، فيما للأسف سقطت الطائرة المروحية التي تقول الرئيس ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان وعدد أيضا من المسؤولين. ولكن دكتور أحمديان، أيضا نحن نتحدث يعني في جهود كبيرة للبحث للإنقاذ من كافة المستويات، حتى يعني ما تبعناها الآن بصورة لهذا الشعب الإيراني. يمكن القول بأنه هذه الساعات المقبلة ستأخذنا إلى نتائج سيناريوهات هذا الحادث بمتابعتكم لهذه الساعات الماضية؟ طبعا القائد العام للقوات المسلحة أشار وطلب من القوات المسلحة بكافة أذرعتها العمل على البحث، وهي تقوم بذلك منذ ساعات منذ تلقت الخبر وتقوم بعمليات البحث. الوضع سيء جويا كما يبدو، ولذلك حتى الآن لم تؤول تلك المحاولات إلى نتيجة مرجوة. الساعات المقبلة كفيلة بإظهار أبعاد هذا الحادث. الأمل كما تفضلت بالتواصل الذي حدث بين شخص كان على المروحية وناس خارج هذا الحادث، لكن لا نعلم يعني عن باقي الأفراد الذين كانوا على المروحية، منهم الرئيس ووزير الخارجية، لم يسمع منهم أحد حتى الآن شيء. ولذلك يعني الواضح أنه في الساعات المقبلة سنصل إلى نتيجة، خاصة أن الظاهر الطوق البحث يعني يقترب من موقع سقوط المروحية، وبالتالي من الواضح أننا مقبلون على لأنه فرق الإنقاذ وصلت إلى شعاع كيلومترين من منطقة حادثة المروحية. دكتور أحمديان، بموقف مهم جدا كان لمرشد الثورة الإسلامية في إيران السيد علي خامنئي، بهذا التوقيت طمأنت الشعب لأنه تضج مواقع التواصل الاجتماعي حتى وسائل الإعلام ليس فقط في الداخل الإيراني بل خارج إيران، يعني تسأل الكثير من الأسئلة حول معرفة مصير هذه الشخصيات وماذا بعد عن المرحلة التالية للجمهورية الإسلامية الإيرانية، الاستشرافات المستقبلية، ونحن نتحدث عن دولة تتمتع بشكل كامل، دولة ديمقراطية يمارس فيها العمل الديمقراطي ودولة مؤسسات. ما أهمية هذه الرسالة للسيد خامنئي بهذا التوقيت وأي دلالات تحمل؟ أولا طبعا دعا لعودة الأفراد على هذه المروحية بسلام، لكنه أيضا يقول بأن أي مخرج من هذا الحادث لن يؤثر على سير الأمة الإيرانية ويطمئن الشعب، لأنه في النهاية إيران دولة مؤسسات وفيها المؤسسات هي التي تحكم ليست الأفراد. رغم صدمة الإيرانيين بالحادث، لكن أياً كانت نتائج عملية البحث، تقديري أن القيادة الإيرانية ردت تقول بأن الوضع داخلياً استقرار سياسي استقرار أمني لن يتأثر أبداً مهما كانت النتائج. وبالتالي يعني الدستور الإيراني أيضاً كفيل بالتكفل بما ستؤول إليه الأمور، كان الرئيس و وزير الخارجية ووزرائه سيعودون بسلام إلى العاصمة، أو إذا كانت لا سمح الله يعني حدث وقعت الفاجعة في النهاية، فإن الدستور الإيراني يحدد آليات الانتقال السادس إلى واقع يعني انتخابات ثم الوصول إلى رئيس جمهورية آخر. يعني الواضح أن السيد القائد
يقول للشعب الإيراني أن ذلك هو الذي سيحدث إن وقعت الفاجعة، لكننا نأمل بالعودة السالمة لهم صحيح بالسلام. دكتور أحمديان، ونحن نتحدث عن شخصيات كان لها بصمات كبيرة بهذا المسار السياسي وحتى بالمسار القضائي، الروحية لهم الحفاظ على قيم الثورة، ولا سيما بما خطوه منذ عام 2021 بهذه الحكومة حتى هذه اللحظة. ولكن اسمحوا لنا ونحن نتحدث عن انخراط كامل للجمهورية الإسلامية بدعم القضية الفلسطينية أن تنضم إلينا الآن من نابلس السيدة ماجدة المصري، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. مساء الخير سيدة ماجدة، ونحن نتحدث عن الضفة المشتعلة كذلك في هذه الساعات التي لا يجب أن نغفل عن ممارسات صهيونية وممارسات للجيش الإسرائيلي باقتحامات واعتقالات داخل القرى في الضفة والبلدات. أولا، كيف تتابعون هذا الحدث في الداخل الإيراني، ولا سيما نحن نتحدث عن الجبهة الديمقراطية بأنها كانت كذلك على تماس وعلى اتصال مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومع هذه الشخصيات فيما يتعلق بدعم فلسطين وأهلنا في فلسطين؟ نعم، مساء الخير لك ولجميع المتابعين. مساء النور. نتابع في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، ويتابع جميع أبناء شعبنا في الضفة وفي غزة وفي القدس بقلق بالغ ما ورد من الأخبار عن فقدان الاتصال بطائرة الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي والوفد المرافق له في طريق عودتهم للعاصمة الإيرانية، وكل التضامن مع القيادة الإيرانية والشعب الإيراني في هذه اللحظات العصيبة، وكلنا ثقة بقدرة القيادة الإيرانية على فعل كل ما يلزم للعثور على الطائرة وعودتهم جميعا سالمين. نحن في الجبهة الديمقراطية نفخر بعلاقتنا بالقيادة الإيرانية، رئيس ووزير خارجية وجميع الطاقم القيادي، ونفخر بما كان يبذله الرئيس الإيراني ووزير الخارجية على وجه الخصوص لدعم شعبنا الفلسطيني ودعم مقاومته الباسلة. كل الفخر بهذا الدور الذي يعتز فيه به جميع أبناء شعبنا، ليس فقط نحن كجبهة ديمقراطية، وبكل الجهود التي بذلت وتبذل من أجل إنهاء العدوان على قطاع غزة ومن أجل الدفاع عن الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني. نتمنى السلامة لهما ولجميع الوفد المرافق، وفعلا جميع أبناء شعبنا ونحن قلوبنا شاخصة تجاه إيران، جميعنا بانتظار خبر سعيد، وثقتنا كبيرة على قدرة القيادة الإيرانية والشعب الإيراني على تجاوز مثل هذه المحنة، ومن موقع ثقتنا بحالة الاستقرار التي يعيشها إيران وطبيعة النظام السياسي الذي نتمنى بعودتهم سالمين، وفي حالة لا سمح الله كان هناك أي فاجعة قدرتهم على تجاوزها وبشكل واضح وبشكل سلس جدا. من أين يأتي هذا الإيمان، ولا سيما يعني أنتم اختبرتم كيفية هذا الوقوف، هذا الموقف للإيرانيين، إن كان بقيادة بالشعب وحتى بشخص المرشد خامنئي للقضية الفلسطينية سيدة ماجدة؟ ونحن نتحدث عن دولة عززت بعلاقاتها أهمية حل النزاعات والاستقرار وانخراطها بدعم محور المقاومة والفصائل المقاومة الفلسطينية بشكل تام، يعني كانت هي على اتصال بكافة الفصائل ودعم كافة الفصائل في الميدان. هذا صحيح، وعلى هذا الأساس نحن نعتز بعلاقتنا الخاصة كجبهة ديمقراطية وعلاقة كافة الفصائل وبالدعم المتواصل للمقاومة ولمحور المقاومة، وهذا ليس جديد. المسار على امتداد مسار القيادة الإيرانية كان هذا الموقف واضح لجميع أبناء شعبنا، وعلى هذا الأساس جميع أبناء شعبنا يعني ينتظرون أخبار سارة وسعيدة للرئيس الإيراني ووزير الخارجية والوفد المرافق له من موقع الثقة الكاملة بموقفهم تجاه القضية الفلسطينية ودعمهم المتواصل للمقاومة، وتحديدا دعمهم لأهلنا في قطاع غزة في هذه المرحلة، والضغط المتواصل من أجل وقف العدوان وإنهائه ومن أجل الحقوق الوطنية لشعبنا الفلسطيني. هذا موضوع لا نختبره، إنما هو موضوع ملموس ممارس، جميعنا نعرف به
وتتجسد إجراءاته بشكل دائم ومتواصل تحديدا في دعم نضال الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة. شكرا جزيلا لك سيدة ماجدة المصري، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، كنت معنا من نابلس من الضفة الغربية المحتلة. أعود إليك دكتور حسن أحمد ديان، فقط أيضا بتطورات حول هذه الحادثة، قائد حرس الثورة اللواء حسين سلامي يصل إلى مكان حادثة المروحية لمتابعة عمليات البحث عن قرب، ووكالة تسنيم تنقل بأنه اللواء سلامي يشارك باجتماع اللجنة أو اللجنة للطوارئ بمدينة ورزقان بمنطقة وقوع الحادثة بحضور مساعد الرئيس الإيراني وعدد من الوزراء والمسؤولين. منذ عام 2011 تولي الرئيس رئيسي لمنصب الرئاسة بعد فوزه بالسباق الانتخابي بأكثر من 65% من الأصوات. دكتور أحمد ديان، ما الذي خططه هذه الشخصية بمسار أتحدث بالداخل الإيراني، بما حققته بالداخل الإيراني، ونحن نتحدث عن تاريخ حافل بالنسبة للرئيس رئيسي بالأمانة التي تمتع بها، بأيضا الإجماع داخل إيران على نظافة الكف، على الصيت النظيف، والإيمان بهذه الشخصية بأنها تحقق قيم الثورة وتحقق الاستقرار الداخلي، أولا بالداخل الإيراني، وثانيا بمسار العلاقات الدولية لإيران، ما الذي حققه منذ عام 2021 حتى هذه اللحظة؟ نعم، سجل الرئيس الرئيسي يعود لما قبل الرئاسة عندما كان يعني رئيسا للقضاء الإيراني، قاد حملة ضد الفساد وهي ما أعطته شعبية واسعة في البلاد، بنى عليه أساسا يعني دخوله وخوضه الانتخابات الرئاسية، وهو ما أتى بنتائج كما ذكرت 60% أو أكثر من 60% من الأصوات، وهو يعني ما برح وحكومته يحاربون من أجل تحسين الوضع الاقتصادي، سيما أن إيران تحت ضغوط اقتصادية جمع نتيجة العقوبات. حكومته ركزت على هذا الحيز الاقتصادي، وإلى حد ما حققت وفق الأرقام يعني مخرجات مهمة، منها الحد من تراجع العملة الإيرانية، منها الحد من التضخم، تراجع مستوى البطالة وغير ذلك. يعني هناك أرقام عدة تذكر في يعني السجل الداخلي للحكومة، وهو من الشخصيات الشعب يعني الشعبية التي يعني ما إن يعني ذهب إلى محافظة أو مدينة يجري استقباله شعبيا بشكل كبير، وهو ما يعبر عن شعبيته الواسعة في خاصة في المناطق يعني المدن الصغيرة الأرياف، ولذلك أسباب أنه زاد من الدعم الحكومي للطبقات أو الشرائح الأقل دخلا في المجتمع الإيراني، وهو من يعني الأهداف التي طرحها في أثناء الانتخابات الرئاسية، الحد من الفجوة الطبقية في إيران، وعمل على ذلك هو وفريقه الاقتصادي إلى حد كبير. داخليا خارجيا ايضا ركز على تحسين علاقه مع الدول الجوار، وكذلك الاتجاه شرقا كما وصف ذلك وزير الخارجيه الذي كان يرافق الرئيس الرئيسي في هذه الرحله، التركيز على الاولويتين الشرقيه والاقليميه يعني هي التي حددت ملامح سياسته الخارجيه، والى حد كبير اتت كلها في انضمام إيران مثلا إلى منظمات كالبريكس والشنغهاي، و يعني الرحلات القمم التي عقدها مع زعماء روسيا والصين ودول أخرى. والاتجاه الثاني أو الأولوية الثانية تحسين علاقة مع دول الجوار، وهو ما توج باتفاق إيراني سعودي مثلا، وكذلك تحسين علاقة مع الكثير من الدول العربية وأيضا دول الجوار غير العربية. بالتالي سجل الحكومة في 3 أعوام سجل يعني كان وما زال الداعمين للحكومة يتفاخرون به. 3 أعوام ليست أعوام طويلة بعمر حكومة يعني لم تكتمل حتى الآن أعوامها الأربعة، حققت الكثير في الداخل والخارج، ما زالت المطالبات كبيرة أيضا داخليا وكذلك في السياسة الخارجية بكل تأكيد، لكن الحكومة كانت تعمل على المطالب التي كانت تطرح وما زالت تطرح. يعني
يعني ننتظر ما ستؤول إليه هذه الحادثة المروعة لننظر إذا ما كانت المسيرة ستستمر مع الرئيس رئيسي ونأمل ذلك أو إذا كان ونأمل ذلك طبعا بكل تأكيد أو إذا كانت ستنتقل إلى طبعا شخصية ثورية أخرى من داخل يعني الثورة. بالتالي لا تقديري أن الوضع كما قال السيد القائد لن يتغير كثيرا رغم الدعاء لعودة المفقودين سالمين، لكن بكل الأحوال تقديري أن المؤسسات والخط الإيراني في السياسة الداخلية والخارجية لن يتغير كثيرا خاصة في السياسة. أعتذر منك دكتور أحمد ديان، ولكن يعني للمشاهد العربي أو المشاهد الذي يتابعنا، لا سمح الله مع غياب هذه الشخصيات البارزة والمؤثرة بالمشهد السياسي الإيراني، ما هي الخطوات الدستورية المتبعة داخل إيران؟ يعني المادة 131 في الدستور الإيراني هي تخص شغور منصب رئاسة الجمهورية، تحدد ملامح المرحلة الانتقالية. يعني إذا في حال شغور منصب رئاسة الجمهورية يتسلم نائب الرئيس، وفي هذه الحالة السيد محمد مخبر، مهامه وصلاحياته لفترة مؤقتة، وبالتوازي مع ذلك يقود هو إلى جانب رئيس البرلمان ورئيس القضاء الإيراني، هذه الثلاثية تقود مجلسا لإجراء انتخابات. يعني مهمة هذا المجلس هي إجراء انتخابات مبكرة، لن يعني في غضون 50 يوم كما يعني هو مذكور في هذه المادة. بالتالي المرحلة الانتقالية ستستمر 50 يوما، ثم تتسلم حكومة بديلة مهام الرئاسة. بالتالي الوضع المؤسساتي والقانوني لن يسمح بشغور وبقاء الوضع دون وضوح لفترة طويلة. تقديري أنه في الساعات القادمة بعد أن تتضح الأمور ستتضح ملامح المرحلة المقبلة. نتمنى عودة الأوضاع كما كانت يوم أمس، لكن لكل يعني لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا في النهاية، والدستور أيضا يحدد ملامح المرحلة المقبلة في النهاية أيا كانت. دكتور أحمد ديان أدعوك للبقاء معنا، وأيضا دكتور محسن صالح، فقط لمواكبة كذلك ردود فعل الشارع الإيراني، وحتى إذا أمكن زميلي مالك إذا كنت تسمعني بنقل لنا يعني الآن هذه المشاهد، هذه الصلوات التي ترفع في هذه اللحظات على أمل أن يعودوا سالمين الرئيس الإيراني ومن كان معه، وزير الخارجية ومن كان معه على متن هذه الطائرة. الهواء لك، تفضل مالك. نعم، قبل قليل انتهى دعاء التوسل الذي كان يقرأه الناس هنا في مساحة ولي عصر في وسط العاصمة الإيرانية طهران. بعد انتهاء من هذا الدعاء قاموا بالتوجه إلى القبلة، إلى الكعبة المشرفة، من أجل الدعاء إلى سلامة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومن معه ومن كان معه في الطائرة. هؤلاء الناس مجتمعين منذ نحو أكثر من ساعة ونصف في هذه الساحة يتوسلون ويدعون ويقومون بالصلاة من أجل سلامة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. هذا التجمع ليس الوحيد في طهران، هناك العديد من التجمعات في الساحات الرئيسية، في الشوارع الرئيسية من شمال طهران إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها. هذا هو الحال في العاصمة الإيرانية طهران، وهو نفس الحال الموجود في المدن والمحافظات الإيرانية الأخرى. قبل قليل كنا نشاهد يعني على وسائل الإعلام الإيرانية كيف أن الناس قد تجمعوا في مدينة إصفهان، في قزوين، في أذربيجان الشرقية، هذه المحافظة التي سقطت الطائرة الإيرانية التي كانت تقل الرئيس الإيراني في إحدى مناطقها. أيضا في مدينة مشهد، هذه المدينة الدينية المذهبية هنا
في إيران، حيث أن الناس قد تحولوا مراسم ذكرى ولادة الإمام الرضا في تلك المدينة من مراسم فرح وسرور إلى مراسم دعاء من يدعون فيها الله سبحانه وتعالى من أجل أن يمن على الرئيس الإيراني بالخير والعافية، وأن يعيدهم سالما من هذه الأزمة ومن هذا الحادث الذي حصل ظهر أو الذي وقع ظهر هذا اليوم. هذه المشهدية هنا في شوارع إيران وفي ساحاتها وفي ميادينها. أيضا قبل قليل كنا نتابع الصور والمشاهد التي تأتي من حجاج بيت الله الحرام من المواطنين الإيرانيين المتواجدون في ذلك المكان، كيف كانوا يقومون بالدعاء والتوسل والتضرع لله سبحانه وتعالى من أجل أن يعيد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بخير وسلامة. إذن معظم الميادين والساحات هنا في إيران، معظم الكنائس ودور العبادة وفي كافة المحافظات الإيرانية تشهد هذه المراسم، مراسم الدعاء والتوسل. ميدانيا يمكن القول بأن هناك كل ساعة وكل دقيقة أخبار جديدة تحول هذه العملية، عمليات الإنقاذ والبحث. آخرها كان ما تم الحديث عنه من قبل الجهات المختصة في أذربيجان الشرقية، التي تحدثت عن أنه قد تم تحديد مكان الطائرة التي كانت تقول الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، والتي سقطت في إحدى المناطق الجبلية في تلك المنطقة، أنه قد تم رصد مكانها بدقة بعد أن تم تلقي إحدى الإشارات من الجهاز الخلوي من قبل أحد الأشخاص الذين كانوا يرافقون الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا قائد الحرس الثوري، قائد حرس الثورة اللواء حسين سلامي، ترك اجتماعاته هنا في طهران. كنا في صباحا في إحدى البرامج وكنا نراه، ولكن سرعان ما ترك البرنامج وقام بالتوجه سريعا إلى أذربيجان الشرقية، محافظة أذربيجان الشرقية، من أجل الإشراف بشكل ميداني وبشكل عملي على عمليات الإنقاذ وعمليات البحث المستمرة منذ ظهر اليوم وحتى هذه الساعة التي بلغت الآن في العاصمة الإيرانية طهران الساعة 11:30 تماما. أيضا كنا نتابع أن الجهات المختصة، منظمة الطوارئ الإيرانية، كانت قد أكدت أن العشرات من أجهزة أو من مجموعات البحث، وسواء كانت المدنية أو كانت العسكرية، قد انخرطت في عمل البحث والعمل التطوعي من أجل أن يتم البحث عن المكان الذي سقطت فيه الطائرة الإيرانية أو المروحية الإيرانية التي كانت تقول للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ومن كان معه. ولكن للأسف هذه الجهود وهذه المساعي نعم تثمر حتى هذه اللحظة لعدة أسباب. السبب الرئيسي هو الأمطار الغزيرة التي تهطل في تلك المنطقة، وأيضا الضباب الكثيف الذي لا يسمح بالرؤية حتى 3 أمتار، وحتى يمكن القول أقل من ذلك. الصور تشهد على هذا الموضوع أن رجال الإنقاذ قد لا يرون أكثر من 3 أمتار أو 4 أمتار كحد أقصى أمامهم في تلك الغابات المطيرة وفي تلك المنطقة الجبلية صعبة الوصول وصعبة العبور. مالك، نعم، يعني وأنت تتحدث بالفعل حتى في بعض القيادات من داخل الجيش ويتحدثون عن تطور الظروف المناخية بتحول هذه الأمطار للأسف إلى ثلوج بهذه المنطقة الوعرة، وهذه عوائق مستمرة للأسف أمام فرق الإنقاذ التي توجهت بكافة المستويات، والاستنفار الواضح كان داخل إيران لإيجاد ومعرفة مصير هذه الطائرة. بما أشرت إليه نور نيوز قبل قليل تقول تحديد الموقع الدقيق للمروحية بعد ورود إشارة منها، وكما ذكرنا من هاتف خليوي لأحد أفراد الطاقم. دكتور محسن، فقط بكلمة أخيرة لو سمحت، حول هذا الالتفاف الشعبي الذي تبعناه من خلال التجمعات الشعبية في الأماكن العامة، في دور العبادة، في الكنائس، داخل المساجد، عن ماذا تنم؟
تنم عن تماهي ما بين القيادة والقاعدة، ما بين الناس، هموم الناس وبالتالي اهتمامات القيادة. ذهاب السيد رئيسي إلى أذربيجان الشرقية من أجل تدشين سد مائي مع رئيس أذربيجان يدل على هذا الاهتمام، كان بالإمكان أن يرسل أحد آخر. فقط إشارة إلى بعض الكلمات من الإخوة الفلسطينيين، وهذا يدل على أن هذه الدولة تميزت بمسألة أساسية، أن الثقافة السياسية لها لا تسمح لها أو لا تقوم بها من أجل فرض أي شرط سياسي أو علاقة سياسية فوقية كما تفعل الولايات المتحدة الأمريكية أو الغرب في كل مجالات القضايا المتعلقة بالمنطقة أو حتى القضايا المتعلقة بشكل خاص. ولذلك أبو أحمد فؤاد وقت الليال كانوا يتحدثوا كأنهم يمثلون القضية الفلسطينية أكثر من بعض الفلسطينيين، هذا دليل ومؤشر على أن هذه القيادة يجب أن يكون هناك إحساس بهذه فعليا الواقع المقلقة، وأتمنى أن تأتي على خير ونتائج سعيدة، نأمل ذلك. ووزير الخارجية بخير. شكرا جزيلا لك دكتور محسن صالح، رئيس الرابطة الدولية للخبراء والمحللين السياسيين. وأيضا قبل أن أشكرك دكتور أحمد يان، فقط لأن وكالة مهر تتحدث بآخر المعطيات أنه لا أخبار عن مروحية الرئيس وعمليات البحث مستمرة، ماذا تعلق بكلمة أخيرة قبل الختام معك؟ دكتور أحمد يان، يبدو أننا فقدنا الاتصال بالدكتور حسن أحمد يان أستاذ دراسات الشرق الأوسط في جامعة طهران. أيضا نشكره جزيل الشكر، والشكر لك أيضا دكتور محسن صالح ولزميلنا الدكتور منذر سليمان مدير مكتب الميادين في واشنطن، كانوا معنا بهذه الساعة.